جانبه أكد النائب عن الإطار التنسيقي حسن سالم اتفاق غالبية الكتل السياسية على تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية في جلسة يوم غد الأحد. حقيقة جلسة يوم غد تتضمن فقرتين، الفقرة الأولى هي القناعة من عدمها لأمناء شبكة الإعلام العراقي، والفقرة الثانية تتعلق بانتخابات مجلس المحافظات. يعني أغلب الكتل هي متفقة على هذا القانون بأن تكون المحافظة دائرة واحدة. الاختلاف كان في قضية النسبة 1.9. أعتقد أنه جرت هناك مناقشات وتداول واجتماعات فيما بين أغلب الكتل السياسية وخصوصا الكتل المستقلة، توصلوا إلى اتفاق على أن تعدل هذه النسبة إلى 1.7، وأعتقد أنه التصويت سوف يمرر لقانون انتخاب مجالس المحافظات.